هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم على لعبتك اكس دي. اليوم يا جماعة بوريكم الباقات اللي نزلت. يا جماعة عندي لكم مرة شي حلو، حرفين الباقات حاليا كلها بكويز. سو اغلبية يعني باقة تبع يا جماعة القرصان، كمان باقة اليونيكورن كلهم بكويز. سو كثير فرصة حلوة انكم تقدروا تشتروهم هسه. هلا عندكم يا جماعة باقة القرصان، هاي عندكم اياها ب30,000. سو شريتها صراحة، كثير متحمسة اجربها اشوف كيف شكلها بيطلع. كمان نزل الصندوق هذا، ما ادري اذا بشتريه هلا او لا، بس نخليها بعدين، برجع بعدين يا جماعة عشان اشوف اول شيء. بس ثواني، لانه 15,000 سعر كثير كثير غالي. سو هلا ندخل هون. هلا عندكم يا جماعة هون اليونيكورن كمان رجع، اليونيكورن السعر 20,000. صار عندكم فرصة حلوة انكم تشتروه، لانه بتعرفوا البيضات اغلبيتهم بيكونوا بكوينز، واذا بدكم تفتحوهم بدكم تفتحوهم جواهر، ونادرا لحتى يطلع لكم يونيكورن اصلا. سو هلا كمان رجعوا تبع الباقات هدول يا جماعة، كمان تبع التزلج وهيك. هلا ما بعرف اذا اشتري تبع الصندوق او لا. اوكي يا جماعة خلص. هلا فيكم تشتروا اكثر من مرة، بس انا شريتها بس مرة واحدة. بيعطوكم اول ما تشتروا مرة واحدة بيعطوكم اياها على دفع مرتين. سو هلا بدي اول شيء اجرب البس الملابس هيك، ولا البسهم على طول؟ ثواني هذا نلبسها على طول. لحظة بس أشيل النظارة يا جماعة، ثواني شوي. شوفوا الشكل أحلى كيف طلع. صراحة الملابس كثير حلوة، كثير عجبوني. تحسوا ون بيس لوفي فرع بيكي اكس تي. بس سو هلأ يا جماعة زي ما كنتوا شايفين شكل البدلة كيف، الصراحة كثير شكلها حلو. أنا كتقييم نهائي بعطيها إله، فبعطيها 9 من 10 يعني. سو هلأ بدي أروح أشوف الصندوق إذا بيشتغل أو لا، وكيف بيشتغل يعني، هل بيحولني لحيوان او لا. لو ما كاتبين بيحولكم لحيوان، بس ما بعرف، احتمال ممكن يحولنا لاشي تاني. سو هلا نجلس ندور عليه يا جماعه. ما بعرف، يمكن احتمال يكون ضافه هون، ما اتوقع. لا يمكن ضافينه تبع التزيين اظن. يمكن ثواني شوي ادور، بس لحظه ماني ملاحظه اشي. ما ادري اذا انتو شفتوه يا جماعه، انا ما انتبهت له، بس ما في شي ابدا. هاي وين بحطوا؟ اتوقع يمكن عند الخزاين، ممكن بيحطوا عند الخزاين. ثواني، يا الله مستحيل، ما في شي ابدا. ما بعرف يا جماعة، ما ادري مو راضي يطلع. ثواني شوي بس ندور هون، يمكن كمان يمكن احتمال يطلع هون. لا ما في شي حرفيا يا جماعة، الصندوق مو راضي يطلع. حسبه صدق بلع جني يعني، حرفيا دورت بكل اماكن، دورت بالخزائن، دورت بالكمان الاثاث العادي، بالكنبايات، كمان تبع الباركور ما خليت مكان اللي ما دورت عليه. حرفيا مو راضي يطلع، ما بعرف يمكن لاقوا من عندي انا من اللعبه شريته ما اعطوني اياه. سو يا جماعه بس عندي فضول جد، قولوا لي بس اكتبوا لي تحت بالتعليقات الناس اللي شريته، اكتبوا لي باي مكان الاقيه للصندوق. جد مره جالي فضول. بس يا جماعه هذا كان مقطع اليوم، اتمنى يعجبكم. بس اشوفكم مقطع جديد. سلام.